أهلاً. العلامة الشخصية هي أفكارنا ومشاعرنا وخبراتنا ومهاراتنا وخصائص شخصياتنا وقصص نجاحنا وفشلنا، وهي الجانب الإنساني فينا والآخر العملي الذي يمكن إبرازه بعشرات الطرق. هذه العلامة يجب أن تكون حاضرة واقعياً في محيطنا الأسري والاجتماعي والعلمي والمهني، كما أنها يجب أن تكون ظاهرة على الشبكة وعبر حساباتنا في التواصل الاجتماعي بأسلوب مدروس ومخطط له جيداً، حتى وإن لم يكن الربح نقطة نفكر بها في الوقت الراهن. لقد قمت بتصميم هذا البرنامج التدريبي بحيث يمكنكم العودة إليه متى ما شئتم، كما عملت على تصميم التمارين المختلفة ورعيت كذلك أن أنوع في هذه المادة المقدمة. العمل على تطوير علامتنا الشخصية عمل مستمر، ويحتاج الاطلاع باستمرار والتطوير ووضع الخطط، وخصوصاً أن العالم حولنا يتغير والجمهور كذلك. ولا تنسون الإخلاص، الشفافية، الصدق مع النفس والتواضع مع الآخرين، والتعلم باستمرار من الآخرين الناجحين، ومتابعة العلامات الشخصية المتميزة والاستدامة في هذا العمل. تمنياتي لكم بكل التوفيق. تواصلوا معي إذا كانت لديكم تساؤلات أخرى حول موضوع العلامة الشخصية، وكونوا أنتم العلامة التي تريدونها. فخورة بكم وبتميزكم. صفية الشحي.